بسم الله الرحمن الرحيم، موجز الأخبار من قناة سهيل، أهلا بكم. تمكنت قوات الجيش الوطني من السيطرة على مواقع جديدة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء. مصدر ميداني قال إن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على نقطة اليسبل التي ظلت لعدة سنوات تحت سيطرة الميليشيات الحوثية ومواقع الشبكة، والتقدم بمسافات كبيرة باتجاه الوهبية بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية. وأوضح المصدر أن الجيش تمكن من أسر عدد من عناصر الميليشيات بدورها استهدفت مقاتلات التحالف بغارات طقما للميليشيات محملا بتعزيزات أفراد وذخائر خلف الخدار السود، وبغارة أخرى استهدفت مجاميع حوثية بالقرب من تبة الشهيد في جبهة قانية. تواصلت المعارك بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الإنقلابية في جبهة حرض بمحافظة حجة. قوات الجيش تمكنت مؤخرا من التقدم بمسافة تقدر بحوالي 12 كيلومتر في المناطق التي كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، بداية من فج حرض شمال غرب محافظة حجة ووصولا إلى النقطة العسكرية الواقعة على مدخل مخيم المزرق باتجاه محافظة صعدة وفقا لمصدر عسكري، والذي أوضح أن قوات الجيش تقف على بعد كيلومتر واحد فقط من منطقة المزرق بعد أن تمكنت من تحرير واديي حرض والزغلول وقريتي فاتحة وبني الحداد. تنفذ قوات الجيش الوطني عملية تمشيط لعدة مواقع في محيط مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة، وتدور معارك بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي تتركز في الجروف والهضاب الجبلية المتاخمة لمركز مديرية باقم من الجهتين الشرقية والشمالية الغربية. وأوضح مصدر عسكري أن الجيش يحاصر الميليشيات الحوثية في مركز المديرية من المحورين الشرقي والشمالي الغربي بعد لجوئها إلى داخل المناطق السكنية. قتل وجرح العشرات من ميليشيات الحوثي في غارات لمقاتلات التحالف بمحافظة الحديدة. المقاتلات قصفت مواقع وأهداف للميليشيات في ضواحي مدينة الحديدة، تركزت في خط الكورنيش ومنطقة كيلو 16 شرقي المدينة وفي الخط الرئيس باتجاه المراوعة وباجل. كما استهدف طيران الأباتشي التابع لقوات التحالف مواقع ومخزن أسلحة للميليشيا شرقي مدينة الحديدة، وتزامن ذلك مع تصدي قوات الجيش لمحاولة تسلل للميليشيات باتجاه المواقع المتقدمة للجيش في منطقة كيلو 16. وأعلنت قوات الجيش تمكنها من إسقاط طائرة بدون طيار تابعة للميليشيات كانت تحاول استهداف مستشفى بمديرية الدرهمي. اعترضت الدفاعات الجوية السعودية مساء أمس صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه أراضي المملكة. المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي قال إن الميليشيا أطلقت الصاروخ باتجاه جازان بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، مؤكدا أن قوات الدفاع الجوية الملكية السعودي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره دون أن ينتج عن تناثر شظايا الصاروخ المدمر أي أضرار. استنكرت أحزاب التحالف السياسي بمحافظة تعز الحملات التي أطلقها البعض خلال الأيام الماضية للنيل من الجيش الوطني، وعبرت قيادات أحزاب التحالف السياسي بتعز خلال لقائها مع أركان حرب المحور العميد عبد العزيز المجيدي عن دعمها ومساندتها الكاملة للسلطات المدنية والعسكرية والأمنية في عملية تفعيل مؤسسات الدولة واستكمال التحرير وتأمين المدينة. وناقش اللقاء الدور الذي تلعبه الأحزاب في خلق الوعي وتوحيد الصفوف والالتفاف خلف الجيش الوطني، واستعرض آليات العروض العسكرية والفعاليات المزمع تنظيمها بمناسبة أعياد ثورة 26 من سبتمبر. وتدشينا لفعالية الاحتفال بالذكرى 65 لثورة 26 من سبتمبر، نظم اليوم ماراثون رياضي انطلاقا من نادي تعز السياحي مرورا بعدد من شوارع وأحياء المدينة وصولا إلى قلعة القاهرة التاريخية. وفاز المتسابق محمد أحمد حزام من نادي الطليعة بالمركز الأول، بينما فاز سليمان عبد الله أحمد من نادي الأهلي بالمركز الثاني. نهاية الموجز، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.